تزامنا مع انطلاق فعالية ألعاب أمم إفريقيا للاعبين المحليين شان 2022، ووفق تعليمات وزارة الصحة والسيد والي ولاية وهران، خصصت المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 54 بوهران رواق أخضر دون عرقلة المسار العادي للاستعجالات بالمؤسسة، وذلك للتكفل الجيد باللاعبين في حالة حدوث أي إصابة. كما تم تخصيص مصلحة أمراض الجهاز الهضمي ومصلحة جراحة الكبد الصفراوي، حيث تم تخصيص عدة أسرة وغرف مجهزة بكافة الوسائل اللازمة والتجهيزات الطبية لذلك على غرار سكانير واليقظة. من جهة أخرى، تم تجنيد كل الأطقم الطبية والشبه الطبية وكذلك الإدارة. على العموم، كل المؤسسة جاهزة لاستقبال أي طارئ، مع العلم أنه كانت لدينا تجربة سابقة وخبرة في استقبال مثل هكذا تظاهرات رياضية. أرجوك، لا تقلقوا، 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 لا ت